التواصل مستمر مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل الإثارة والتحدي من هنا من ميدان التحدي لسباقات الهجن بالشحنية مع انطلاقة شوط الختام، وهو الشوط 16 الخاص للإبكار الجذاع من مسافة 5 كيلومترات. بعد هذا الشوط يسدى الستار على سن الجذاع والأشواط العامة الخاصة لأبناء القبائل في دول المجلس الخليج التعاون. ونذكر للسادة المشاركين وأيضا المتابعين عبر قناة الريان بأن انطلاقات الفترة المسائية سوف تكون في تمام الساعة 1:30 من بعد ظهر هذا اليوم. الأشواط المفتوحة الخاصة لأصحاب السمو الشيوخ مع انطلاقات سن الجذاع في هذا اليوم. إذا المتابعين الكرام، انطلق على بركة الله هذا الشوط الخاص للإبكار الجذاع. نبدأ بالمركز الأول، نتابع الكايدة مبارك بن علي بن مانع العجمي يحتل المركز الأول، بينما المركز الثاني نقلة معدومة سلطان مبارك بن حمد المنصوري على ثاني مراكز، بينما المركز الثالث ننتقل مع مشهور من تريد الفوز والشهرة في شوط الختام صالح بن علي بن عبد الهادي الغفران المري على ثالث المراكز، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر اللي تنطلق أوزان إحميد بن علي بن حمود الزرعي يحتل المركز الرابع، بينما المركز الخامس تحمل رقم 1 غنايم محمد بن جر الله بن حمد بن ضرمان المري على خامس المراكز مع غنايم من تريد الفوز والغنايم في شوط الختام وتريد أن تسجل نقطة مميزة مع بن ضرمان اللي يحتل المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودتنا مباشرة مع الصدارة والريادة والمركز الأول ومن تنطلق في هذا التحدي الكايد مبارك بن علي بن مانع العجمي أبناء ميدان الشهيد أيضا يتابعون الكايد على أول مراكز. المركز الثاني في هذه اللحظة دومة سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري على ثاني مراكز، وثالث الأسماء غلا عبد الهادي بن علي بن محمد المري بيحتل المركز الثالث، بينما المركز الرابع من الجانب الآخر أبناء السلطنة يتواجدون مع أوزان إحميد بن علي بن حمود الزرعي على المركز الرابع. المركز الخامس نتأخر قليلا لنتابع خامس المراكز، الوصول من جمرة زايد بن مطر بن ضابط الدوسري يصل مع المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى، وعودتنا مباشرة مع الصدارة نستكمل نداؤنا الثالث للخمس المراكز الأولى بقيادة المركز الأول الكايدة على الصدارة مبارك بن علي بن مانع العجمي يحتل المركز الأول ويقدم الكايدة في هذا التحدي الكبير. المركز الثاني في هذه اللحظات دومة تحتل المركز الثاني ويقدمه سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري، وثالث المراكز غلا تنطلق لعبد الهادي بن علي بن محمد المري، بينما رابع المراكز من الجانب الآخر أوزان حميد بن علي بن حمود الزرعي محمود بن محمد بن سالم الوهيبي المضمر المتابع لانطلاقة أوزان من تحتل رابع المراكز، بينما المركز الخامس وتابع في هذه اللحظات وتقدم هذا الشعار المميز القادم مع النرجسية خليفة بن عبد الله بن عبد الله العطية على مستوى المركز الخامس. إذا متابعينا الكرام، هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ونداؤنا الثالث على التوالي وعودة مباشرة مع الصدارة مع المركز الأول ومن تنطلق في هذا التحدي في هذا الإثارة مع الكايد مبارك بن علي بن مانع العجمي مع الكايد على الصدارة لا زال يقايد لهذه المسيرة في شوط الختام. شوط الختام ركز يا العجمي، مطلوب نقطة مميزة لأبناء دولة الكويت الأشقاء هناك بميدان الكبد أيضا يتواصلون مع ميدان الشهيد، نعم ميدان الشهيد بدولة الكويت الحبيبة. وثاني المراكز في هذه اللحظات دومة تنطلق سلطان بن مبارك بن حمد المنصوري، ومن الجانب الآخر أوزان في ثالث المراكز حميد بن علي بن حمود الزرعي يتدخل الآن وينتقل إلى ثاني مراكز وفي طريق إلى المركز الأول، بينما المركز الرابع رابع المراكز في هذه اللحظات غشم لراشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري، وأول نداء لغشم
من وصلت واحتلت المركز الخامس المركز الرابع نعم المركز الخامس أرى وتابع الانطلاقة في هذه اللحظات النرجسية خليفة بن خليفة بن عبد الله العطية على خامس المراكز ولكن حصل دخول من انطلاقة توافيق هذا بن محمد بن محسن بن ديلة المر يصل في هذه اللحظات مع توافيق ونتمنى له التوفيق والنجاح في هذا الشوط مع هذه الانطلاقة في شوط الختام الشوط السادس عشر يا سلام يا سلام عودة إلى الشوط عودة مع المركز الأول مع الكايدة الكايدة لا زالت على الصدارة مع افتتاح الكيلو المتر الأخير عن خط النهاية وعن خط الوصول إلى الفوز والانتصار في هذا الشوط وتسجيل نقطة مميزة في ميدان الشحانية في هذا السباق المحلي الخامس المركز الثاني غلا تنطلق من الجانب الآخر أمالي أبناء سلطنة عمان الشقيقة مع هذا الشعار المميز أوزان حميد بن علي بن حمود الزرعي وثالث المراكز في هذه اللحظات يتقدم الراشد بن سعيب متعب بن شريم المري مع غشم من وصلت وتعلن الخطورة في هذه اللحظات المركز الرابع شعار بن ديلة وأيضا قدوم قمة محمد بن حمد بن جر الله المري على خامس المراكز إذا المتابعين الكرام نداؤنا الأخير للخمس المراكز الأولى وعودتنا مع الصدارة مع الكايدة الكايدة ولكن في هذه اللحظات وتابع لغيرت غشم لراشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري على الصدارة على المركز الأول غير مجريات هذا الشوط ولكن توافيق من الجانب الآخر هادم بن محسن هادف بن محمد بن محسن بن ديلة المري مع ثاني مراكز والثالث الأسماء تنطلق أوزان ولكن عودة مشاهدين الكرام عودة مع مقدمة الشوط مع الصدارة تنطلق غشم مع شوط الختام وتريد تسجيل نقطة مميزة لشعار راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري مع الأمتار الأخيرة مع اللحظات الأخيرة هذه غشم على الصدارة تنطلق إلى الناموس إلى الفوز تهانينا تهانينا لأبناء ميدان الشحاني على هذا الفوز المميز راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري على فوز غشب بالمركز الأول المركز الثاني وصلت الكايدة لمبارك بن علي بن مانع العجمي بينما المركز الثالث وصلت فيه توافيق لهادف بن محمد بن محسن بن ديلة المري المركز الرابع جاءت فيها أوزان حميد بن علي بن حمود الزرعي بينما المركز الخامس وصلت العنود حمد بن راشد بن حمد القبعان المري تهانينا والناموس تهانينا والناموس لبن شريم على فوز عشم بالمركز الأول وتحقيق ناموس هذا الشوط هذه عشم تصل إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار راشد بن سعيد بن متعب بن شريم المري والتوقيت الزمني 8:14 31 جزء من الثاني تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت الكايدة لمبارك بن علي بن مانع العجمي والتوقيت الزمني 8:15 13 جزء من الثاني تهانينا والناموس المركز الثالث توافيق لهادف بن محمد بن محسن بن ديلة المري و8:15 و59 جزء من الثانية تهانينا والناموس لجميع الفائزين لهذه النتيجة نصل إلى ختام أشواط الفترة الصباحية الـ16 شوط التي أقيمت في صباح هذا اليوم نهني جميع الفائزين وهذه قائمة لأسماء الفائزين بالأشواط الـ16 المقامة ونهني مالك الفاتنة من فازت بناموس الشوط الأول لفهد بن ناصر بن حمود آل شافي ونهني أيضا مع مرحب من طار مع شوط القعدان الرئيسي السيل بن محمد بن عويضة بالحطم العامري من قدم مرحب إلى خط النهاية معلن الفوز والانتصار في الشوط الرئيسي الخاص للقعدان تقبلوا تحيات الطاقم الفني لقناة الريان أيضا نذكر بأن أفضل توقيت كان مع الشوط الأول مع فهد بن ناصر بن حمود آل شافي من قدم الفاتنة إلى خط النهاية تقبلوا تحيات الطاقم الفني لقناة الريان الناقلة لكم أحداث وانطلاقات أشواط هذا اليوم في الإخراج أحمد السادة ومحمد فيضي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.